دموخيم. في سيناريو جديد، أطل الاحتلال الإسرائيلي برأسه في الضفة الغربية ليشن عدوانا وحشيا ضد مدينة ومخيم جنين. العدوان الإسرائيلي على جنين الذي خلف عشرات الشهداء والمصابين وأجبر آلاف الفلسطينيين على ترك منازلهم فرراً من استهداف ألحق دماراً هائلاً يقابل بردات فعل فلسطينية عنوانها الصمود والانتفاض ضد المحتل. بناء على ذلك أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية بالأراضي المحتلة إضراباً شاملاً والعزم على التصعيد ميدانياً على مختلف المستويات في إطار الدفاع المشروع عن الوطن وللفت أنظار المجتمع الدولي من أجل توفير الحماية اللازمة لأبناء فلسطين، والمنادات بضرورة محاكمة قادة الاحتلال دولياً على جرائم تصنف كجرائم حرب ومعادية للإنسانية. وفي إطار التصعيد الميداني الفلسطيني رداً على العدوان الإسرائيلي، دعت القوى الوطنية جموع الشعب الفلسطيني للخروج في مسيرات احتجاجية بمدن الضفة الغربية والقدس واستمرار مواجهة قوات الاحتلال في كافة المناطق والشوارع والميادين. وهكذا تطلع شمس يوم جديد على الأراضي المحتلة تشهد على عدوان إسرائيلي غاشم على جنين، عدوان يراه المراقبون يستهدف كسر المقاومة الفلسطينية في كل الضفة الغربية وبسط كامل السيطرة الإسرائيلية على أراضيها أملاً في تنفيذ مخططات التوسعات الاستيطانية بلا هوادة.